هنا هعمل شجرة مثال شجرة حسابات INT، هعمل عليها اكونت جروب عيلة. هو طلع لي انا وانا دوست F4. اوكي، شجرة حسابات INT، هعمل عليها عيلة جديدة اسمها اسمها بانكس. ماشي، بانك اللي هو بانك اكونت، تمام، اسمه description bank account. السيريال بتاعه من كام لكام؟ هقول له من زيرو لغاية 999، ده الرينج بتاعه، تمام. هو اساسا هما فتح الاي ان تي مفتوحة على البحر. اوكي، طيب ادي كده انتر. طيب يبقى كده اول انتري اتكريتد. طيب هخش هعمل سيلكت عليها، دبل كليك عليها، راح فتح لي الفيلد ستيتس بتاعها. قال لي الفيلد ستيتس عايز تعمله ازاي؟ اهو كله اوبشنال، تمام. قلت له، قال لي البنك اكونتس انت الكرنسي ريكوايرد، صح؟ طيب التاكس كاتيجوري؟ لا، هيدن. ريكونسيليشن اكونت؟ ريكونسيليشن اكونت ده بنك اكونت، حسابات بنوك. هل البنوك ركون اكاونت؟ لا. مش هحتاجها، صح؟ لا. طب اكسشينج ريت ديفرنس؟ هحتاجها ممكن، ميبي. ماشي، اكاونت مانجمنت ان اكسترنال سيستم سيبك. لا. اونلي بالانسز لوكال كرنسي؟ ممكن، ميبي. الترناتيف اكاونت نمبر؟ لا. انفليشن كي؟ لا. ترناتيف جروب؟ مش عايز. طيب باك، خش على التبادل اللي بعدها، اكونت مانجمنت. هل ده بيتعمل له لاين ايتم ديسبلاي؟ لا. طب ليه؟ لاين ايتم مانجمنت ده اللي هو الجي ال، ده بيتعمل عليه دايركت بوستنج ولا بيتعمل عليه معاملات ولا بيتعمل على سب ليدجر؟ بيتعمل على سب ليدجر. بانك اكونت؟ ايوه، احتمال ان هو يبقى ليه احتمال، لكن لا، انا بتكلم ان هو اللي هو الطبيعي بتاعه بتعمل عليه معاملات. يبقى انا لاين ايتم مانجمنت ريكوايرد ولا سبريزد؟ ريكوايرد. ريكوايرد، ماشي. اوبن ايتم مانجمنت ريكوايرد. اوبن ايتم مانجمنت يعني ان انا بعمل له كلير اخر السنه؟ لا. طيب يبقى سبريزد ولا اوبشن ولا ديسبلاي؟ لا، تبقى سبريزد. ماشي. سورت كي؟ سورت كي ده المفتاح اللي برتب المعاملات اللي تمت عليه. اما اجي استخدم التقرير اللي هو اف بي ال 3 ان اللي بيعرض لي المعاملات اللي تمت على الجي ال، رتبهم لي طبقا مثلا بوستنج ديت، او رتبهم لي بال على حسب الاوبشنز اللي موجوده. فانت عايز الفيلد ده يبقى ريكوايرد ولا اوبشنال ولا سبريزد؟ انا دلوقتي لو عملته اوبشنال ماشي، لو لا عملته سبريزد تمام. هنقول مثلا هوت سبريد، ده بس انا هحدده هناك صورتي كي فعلا. لا، هو مش هيظهر اساسا، مش هيظهر خالص الفيلد بتاع صورتي كي، مش هيظهر. تمام تمام فانت يا تحط له اوبشنال يا ريكوايرد. ريكوايرد. طيب اوثرايزيشن جروب مش عايز، ادمنستريتور مش عايز، بيك دوكيمنت انتري سيبنا من الواحد. فيلد ستيتس جروب الجي ال دوت اثناء المعاملات بيطلب مثلا بروفيت سنتر معين، بيربط بيطلب مثلا فاليو ديت بتاع حساب البنك، يبقى اوبشن. يبقى اوبشنال ولا ريكوايرد؟ لا، اوبشن. لا، ده ريكوايرد. اي جي ال لازم تحط له الفيلد ستاتس بتاعه، اي جي ال الفيلد ستاتس بتاعته اللي هتاثر في الترانزاكشنز، مش الماستر داتا. احنا كل الفيلد ستاتس اللي احنا من الشاشات دي الفيلد ستيتس بتاع الماستر داتا بتاع التعريف بتاع الجي ال. اما التعريف بتاع الفيلد ستيتس بتاع المعاملات نفسها هي الفيلد دي بس. ايه هي بقى الفاليوز اللي جواها؟ هنشوفها قدام دلوقتي. طيب بوست اوتوماتيك اونلي، هل ممكن هل في احتماليه ان هو نعمل عليه سب ليدجر وهمي؟ اللي هو انهي حاله؟ الحاله شكلها ازاي؟
اللي انا هسه لو مكريت حسابين جي ال لو ان واوت صح out. كده اعمل معاملات على الان وعلى الاوت وبعد كده يعمل اوتوماتيك ريكونسايل على الحساب الرئيسي تمام. صح تمام طيب بنك فاينانشال هل دو انا حساب بنك هل الحاجه دي محتاجها اوبشنال ولا ريكوير المفروض تبقى ريكوير انا كلها يعني مش اغلبيتها يعني ان هي بنك اساسا ماشي هاوس بنك يعني ريكوير طبعا بنك اكونت ريكوير ماشي ريليفنت كاش فلو لا يعني لها علاقه بالكاش فلو بتدفق النقديه داخل الشركه طيب اوكي كوميتمنت ايتم بلاننج ليفل اوبشن طب دي واحده دلوقتي انا لو انا انت حطيت البوستنج كي اوبشن صح ايه البوستنج كي اوبشن السورت كي قصدك لا البوستنج دوكيمنت انتري طيب ولا ايوه بوست اوتوماتيك اونلي بوست اوتوماتيك اونلي عملت اوبشن تمام طب انا عملت اوبشن وانت هناك ما عملتش ريكون اكونت يعني ده ما عملتش ريكون اكونت صح كده؟ صح طب دلوقتي اساسا لو انا ما عملتش بوست يعني ايه ما عملتش يعني هنا اوبشن سبته فاضي سبت الخليه دي فاضي ماشي في الحاله دي لما الحساب ده هيطلع لي بالديتيلز هيطلع لك بالديتيلز وانت هتعمل معاملات عليه نفسه تمام لكن مش هيبقى في جي سب جي سب ليدجر وهمي مفيش مفيش ايوه تمام فانت معاملاتك هتبقى على الجي ال نفسه وبناء عليه هتطلع تقارير عليه تمام ماشي انترست كالكوليشن هل لي معدل فايده او حاجات زي كده ماشي اوبشن طيب اخر ديتيلز منها سبس خلي بالك بص خدت بالك التابه او الجزء اللي فيه كله هيدن بيبقى لونه اسود لكن اللي فيه حاجه متاكتفه يبقى لونها ازرق تمام كده بقت عيله عملت لها في النمبر رينج وعملت لها الفيلد ستاتس بتاعتها تمام اي حاجه تاني طيب كويس طيب نسيب تمام طيب ماشي مش مشكله مش هحصل حاجه باك طيب تعالى نفس الاكونت جروبس اللي احنا كريتناها هكبيرها على شجر الحسابات المالية مش احنا عملنا كذا شجرة حسابات هسيبها لك هوم ورك تعملها تمام اوكي يبقى عندي شجر حسابات تانية فاحنا عملنا كم شجرة حسابات عملنا كونستراكشن عملنا الريستورانت كونستراكشن والجي كي ار اللي سوري اللي هي بتاعت اي جي بتاعت مصر اي جي سي اي وبتاعت السعودية كي اس سي اي تمام وبتاعت الكونسوليديشن اللي هي عامر كن ايه كن صح كده عندك خمسه شارت في اكونتس عملنا واحده منها بس عملنا اكونت جروب لواحده منها تمام بيك اكريتها واحط النمبر رينج واحط الفيلد ستيتس بالظبط او ممكن تعمل سيلكت للي احنا عملناهم دول يعني احنا عملنا بتاعت مين شارت اوف اكاونتس مين بتاعتنا اسمها ايه ار سي او اي ريستورانت شارت اوف اكاونتس ناخدها كوبي هناك هعمل سيلكت اهو اعملها كوبي بس ما تغيرش اي حاجه تمام واعمل كوبي عايز مين سي 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 او سي سي او اي تمام كده اعمل سيلكت ده كوبي وحطهم هنا بس وسايب على كده تمام ادي واحده تانية بعد كده بتاعت مصر وبتاعت السعوديه وبعد كده كونسوليديشن تمام واضحه اوكي بس طيب ديفايند ريتيرن ايرننجز اكونت فاكر الحساب ده؟
احنا ابتدينا النهارده حتى لما كنت بشرح الاوت الكونتنتس فاكر الريتين ايرننجز اكونت حساب الارباح المحتجزه تمام اللي بيتقفل فيه الاكسبنسز والريفينيوز الاكس والواي ايوه فاكر ده هنا ده بيقول لك assign machine بعد كده define account group وتعمل بعد كده define retain earnings account عندنا يا اما تيكود يا اما بخش على المعاملة على طول بخش على التري اهو define retain earnings account قلت له شجرة حسابات مين؟ تمام كده قلت له انا في جي ال account ده هيبقى تبع انهي عيلة؟ الريتيند ايرننجز اكونت هينتمي لانهي عيلة؟ تعالى كده هفتح بسرعة وبدي فور دخلني على اكونت جروب صح كده قلت له تطلع لي الار سي او اي الريتيند ايرننجز اكونت هينتمي لانهي عيله من دول الاكسبنسز الاكسبنسز اوريدي انا بكلت جي ال واحد ولا اتنين جي ال لو ستين واحد ده هيبقى في الاسيتس في الاسورة في اللايبر صح كده في حالة ان الشركة هتكري حساب تجمع فيه كل الارباح بتاعتها وحساب تاني كل الخسائر وبعد كده يتم لهم مقاصة ويترحلوا على حساب اسمه حساب الارباح المحتجزة على حساب تالت في الحالة ديت الحسابين دول الحسابين دول اولا ما بينتموش ريفينيو واكسبنس ده حساب جي ال اكاونت تمام انا مش هتجمع فيه كل الاكسبنسز وكل الريفينيو هو بيتجمع فيه كل الاكسبنسز وكل الريفينيو بس مش معنى ان هو بيتجمع فيه الاكسبنسز والريفينيوز الفاليوز بتاعتهم مش معنى كده ان هو بي اند ال هو ده بيظهر في البي عند ال ولا بيظهر في البالانس شيت؟ في البالانس شيت في البالانس شيت تمام يبقى دور في جروبس طب هو الاكسبنسز بتظهر فين؟ بي عند ال والريفينيو بي عند ال يبقى الباقيين دول صح كده؟ اه من ايه من دول انهي مجموعه اقدر اعمل منها حساب الارباح المحتجزه؟ الجي ال الجنرال جي ال اللي هي حسابات عامه تمام كده؟ يبقى هي الرينج بتاعها من 8 صفار ل 8 تسعات تمام هروح اقول له طيب تمام هروح اقول له هنا في المنتين اف اي كونفجريشن اوتوماتيك بوستنج اللي هو حساب البالانس كاري فورورد اللي هو حساب الارباح المحتجزه تمام اهو بالانس كاري فورورد تمام الارباح المرحله او حساب الارباح المرحله تمام كده اللي اتجمع فيه كل الاكسبنسز وكل الريفينيوز هتخش هنا في الحساب ده تمام الحساب ده بالانس شيت صح؟ ايوه بس انا هقول له الحساب فلو احنا سيناريو ان الشركه هتمشي بحسابين هعمل هنا اكس هقول له اكس الاول واقول له الاكس ده رقمه مثلا 8 مليون 8 صفار اللي هو اول رقم في في الرينج ده طيب اروح اقول له البوستنج كيز يعني قال لي خلي بالك الحساب ده ما اتكريتش لسه في شجره الحسابات هل هو اتكريت من اف اس 00 لا لسه ماشي قلت له اوكي ماشي قال لي دو يو وونت سيف اوكي راح من هسيبها في الريكوست بتاعك ماشي قال لي وانت عايز الجي ال اللي انت دخلته ده يترمي عليه المعاملات اللي جايه ديبت ولا المعاملات اللي جايه عليه كريدت الاكس اللي هو بيتجمع فيه الاكسبنسز
تمام الاكسبنسز ديبت صح كده؟ تمام ماشي. قلت له اوكي do you enter do you want to save yes back بعد كده why عايز اعرف why اللي هو حساب الارب ده حساب اللي هو نقول مجمل ربح وده مجمل مصروف مجمل الخساره تمام كده مجمل الخساره ده هقول له انت هترحل على مين يعني هيترحل عليك من ديبت ولا كريدت هترحل عليك من كريدت من كريدت قلت له انتر سيف سيف قال لي هنا بقى 50 وهنا شيل لي 40 صح كده دوست له انتر خلاص اوكي انتر ماشي اكونتس هل دي وانت تو سيف يس كده نسيف يبقى ده بيترمى عليه في حاله كذا وده بيترمى عليه في حاله تانية تمام وضحت؟ طيب طيب ده في حاله ان انا لو الشركه ماشيه بالسيناريو ده طب لو الشركه لا ماشيه هو حساب واحد اللي هو ارباح محتجزه مع بعض ارباح مرحله مع بعض هو اترمى عليه كل الارباح وعليه كل الخسائر فطلع لي كل الخسائر مش خسائر بس مش اكسبنسز بس ممكن يرمي عليه المسحوبات يرمي عليه توزيعات الارباح ما توزيعات ارباح دي عباره عن ايه مصروفات تمام بالنسبه للشركه مصروف تمام ولا بالنسبه للشركه هي ايه أيوة. مصروف فالحسابين دول برضو هيرموا عليه ففي الاخر هو اللي هيصفي قيمه الارباح المرحله بالظبط فانا هقول له لا ده يبقى حساب واحد مش حسابين فراح اقول له سيلكت هنا واقول له ديليت رو يبقى انا عملت واحد بس اللي هو اكس بس اخش اعدله ديبت وكريدت ديبت وكريدت هقول له البوستنج كيس بتاعتك امتى سيب الاول وبعد كده قلت له 40 او 50 انتر اوكي اكونتس دي وونت سيف فيرست يس changes have been made يبقى كده x ده بيترم عليه الاثنين وضحت؟ تمام ها مفهومة؟ طيب باك تعالى على اللي بعده ده كده returned earnings account define fiscal year foreign ها define what؟ الفيسكال يير تمام فاكر دول؟ اه عملناهم؟ اه assign fiscal year تمام عملنا define variance for open posting periods ان انا حددت انهي حسابات هتبقى مفتوحه وانهي مقفوله ايوه الاول define variant اللي هو اسمه ايه بي 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 في صح كده؟ اه بعد كده عملت assign ال variant على الكمباني على الكمباني كود بعد كده رحت مليت الفاليوز اللي هي open and close posting periods قلت له عايز الحسابات عايز الحسابات اللي هي مثلا احنا هنا غير خدنا الالف وحطيناهم على اي بي 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 صح قلت له الحسابات اللي هي كل الحسابات مفتوح من 1 ل 3 من 1 ل 12 ومن 13 ل 13 تمام صح جاي. عملت كده على كل ايوه ماشي define document number range for interview بعرف الدفاتر اللي اقدر اشتغل عليها في السيستم طيب تعال نخش نعرف الدفاتر اللي بنتعامل عليها هي ايه الدفاتر اللي احنا بنتعامل عليها اللي هي ايه document types اللي هي زي دي زي ايه الدكون طيب اللي هي زي اللي هي الاكونت ريسيفابل والاكونت بيبل المعاملات بقى اللي بتتم على الاي ار والاي بي اللي هو دي الدي جي والدي ار الدي جي والدي ار والدي زد
والكي ار والكي زد والكي جي والاس اي والاي بي، في حاجات خاصه بالاسيتس اي بي اي اي واي اف، حاجات في حاجات هنحفظها وفي حاجات مش عاوزينها. تمام كل ماشي. نبدأ نعرف الفواتير دي، هي باي ستاند الستاندرد متعرفه فعلا. تمام، تعالوا نخش نشوف هو ازاي. اول حاجه هو بيقول ديفاين نمبر رينجز، عايزين نعرف السريالات بتاعه الدفاتر دي. الاول قبل السريالات اعرف الفواتير، لا اعرف السريالات الاول. لا هعرف سيريالز مجرد نمبر رينج، يعني من الى، وبديها اكواد زي كده. تعالى بقى الاول اقفل ده. document number ranges والدوكيمنت ده تبع ايه؟ جي ال ولا فوق global setting؟ في حاجه اسمها document اهي. بص دي global settings rules اساسيه، document document types ولا document number ranges؟ دلوقتي نشتغل على number ranges، نخش على documents in interview صفحة الإدخال، فبقول له copy define document number ranges for interview. ماشي define company code A اللي هي فعلا نشتغل على مثلا STR studio MR STMR. تمام كده، لو عملت display يعني بيعرف لي الرنجات المتعرفه عندي. لو قلت له تعالى كده ندوس عليها، قال لي مش خاص بالكومباني كود، هو قال لي معرف ده في اكاونتنج دوكيومنتس كل دول متعرفين. ده عشان هاخد لو انا عاوز كوبي. تمام تمام كده متعرفين جاهز. وده ايه ده؟ هم بيتعرفوا على لكل سنه، لكل سنه النمبر ده الكود بتاع النمبر. فقلت السنه سنه 92 متعرف من 01 1 صفار ل 01 ساعات. تمام كرنت نمبر يعني اللي تم استخدامه حاليا صفر، مفيش حاجه. شايف الفيلد الاخيره دي؟ external يعني هو انت اللي بتدخل له. ساعه ما بندخل قيد، ساعه ما بندخل فاتوره، انا اللي بدخل له رقم الفاتوره اللي هيتسيف بيها ولا السيستم هو اللي بيديني الرقم؟ لا ده يعتبر زي اوبشن بالظبط. لو انا حطيته تشيك بوكس عليها يبقى انا اللي بدخل له الرقم، لو مش لو دلوقتي متشال يبقى السيستم هو اللي يديني الرقم. تمام صح. باي ديفولت الافضل والستاندرد ان انت تمشي انترنال، السيستم هو اللي يديني الرقم. فهنا هو معرف الكود اللي هو اسمه 01 من سنة 92 لغاية 2014، مكبير كل ده. تمام تمام. انا هقول له لا، انا بدل الكود ديت انا هكري كود تانية نمبر رينج انترفل تاني. هو تعالى كده 01 في 02 03 04 5 6 7 10 12
13 14 15 16 17 18. طيب هو انهي انترفلز من دول هحتاجهم وانهي انترفلز مش هحتاجهم؟ تعالى اقول له انا دلوقتي انا في شاشه الديسبلاي بعرض اللي موجود، هو على السيستم موجود ده، اقول له لا اللي هو القلم ده يعني ان انا لسه هكريت، اما القلم ده اللي هو تشينج ستيتس ان انا اغير انا واقف لغايه فين. ممكن يكون في مثلا دفتر من الدفاتر تم استخدام 100 رقم منه عايز اصفره تاني، فبروح بقف على الستيتس وادوس واشيله. يعني زي مثلا تعال نشوف لو في حاجه هنا، في حاجه مستخدمه ولا لا؟ ولا واحد، ولا واحد مستخدم. تمام، فلو كان في حاجه مستخدمه برجع اعمل ريسيت للرقم من الدفتر، ارجعه زيرو زي ما كان. ده اللي تشينج ستيتس. اما تشينج انترفل ده ان انا اغير انترفل او اكريت انترفل جديد. هقوله انا هقوله باك، هقوله كوبير، كوبير من الف، هقوله كوبير لي من شركة اسمها الف مثلا ل اس ام ستوديو اس تي ام ار، صح كده؟ كوبي. قال لي النمبر رينج انترفال ار نوت انكلود ان اوتوماتيك ريكوردنج كاستمايزنج تشينجز ترانسبورت. اوكي ماشي. قال لي بالفعل موجودين. كانت بي كوبيد ازاي يعني بالفعل موجودين؟ ثانية واحدة كده، تشينج موجودين اللي هو السنوات السابقة. طب انا مش عايز، انا مش عايز. انا هكريت واحد واحد، هنكريت اللي انا محتاجهم بس. هحتاج 10 انترفيل، 10 سريالات ل10 دفاتر. هقول له insert interval. شفت كده؟ اول انترفل هكريته رقمه Q1 سنة 2013 from number. هقول له انت ماكسيمم معاك 10 صح؟ هقول له بس خلي بالك ده مش الجي ال، ده رقم الفاتورة، هو برضو ماكسيمم 10. قلت له من اول 5 اصفار سيبهم فاضيين، بعد كده 1-4 اصفار، بعد كده الى نمبر 5 اصفار 1-4-9. قلت له ده اكسترنال ولا انترنال؟ زي ما انا عايز. انا اقول له انترن، قلت له اد انترفل. قال لي انترن انتر انترفلز وزاوت اوفرلاب، يعني دخل لي انترفلز، دخل لي رنجات بدون تداخل ما بين الارقام. يعني ممكن يكون في انترفل تاني واخد السيريال ده، وبالفعل في انترفل مثلا اللي هو ده واخد السيريال ده بالفعل لسنة 2013 تحت اهو 2013 اهو، واخد من 0 صفار 01 صفار لزيرو 01 ساعات. تمام خلاص، ايه رأيك نشتغل عليهم من غير ما كبير؟ بس عرفت طريقة ازاي تكريته لو دول مش موجودين؟ تمام اهو. بص لو مفيش عندك اساسا مفيش انترفلز كريت، عندك حاجه من الاثنين او نو، عندك يا اما تكوبي من كمباني كود تانية، تقول له مثلا من كمباني كود 1000 لكمباني كود اس تي ام ار، كوبي يكبر لك كل الانترفلز. تمام يا اما تخش
وتعدل واحد واحد. صح. واضح؟ تمام. طيب تضيف واحد واحد انترفل، بتقول له كود الرقم، كود الرينج. كود الرينج ده يعبر عن السيريال بيبدأ بايه. يعني مثلا لو انت، انا كنت احط كي واحد، كنت هقول له اللي هو كي واحد من زيرو واحد صفار لحد ساعات. كي اتنين يبقى زيرو اتنين، فالاتنين هتعبر عن الرينج بتاعي. تمام. ده اتنين، اللي تحتيه اتنينات، اللي تحتيه تلاتات، اللي تحتيه اربعات. تمام. تمام. وكي عشان ما يتكررش مع اللي تحت، عشان في زيرو وفي في حاجات كتير تحت، بس اهم حاجه يكون اللي تحت مش واخد نفس النمبر رينج بتاعك. فلو حصل اوفرلاب ما بينهم، هو عمل اوفرلاب بس ليه؟ عشان في واحد 2013 واخد الرينج ده، واخد الرينج بالكامل، واخد من 01 صفار ل 01 ساعات. طب استنى، انا ممكن اقول لك حاجه، انا هتشنج ده عشان زيرو، لا مش زيرو اتنين، زيرو واحد، زيرو واحد 2013، هقول له ده خليك من زيرو هات 100 لزيرو هات 200. تمام. هروح انا كريت انترفل من عند كيوز كارير 2013 روم نمبر، لا مش ده، اللي هو زي ال 10000، 10000 ساعات. انتر وزاوت اوفرلاب ليه بقى؟ زي ما قلت تاني بقى، بس هو ده تأثير ليه يعتبر تكرار. كل ده واخد. لا مش لا، ده بتاع 100 ل 200، ده اللي احنا عاملينه، ده اللي انا عملت تشينج فيه. لا تحت اهو مثلا اللي هو حاجه 2013، لا ده الاثنين، ده الاثنين ده يعتبر تكرار. لا ده مش تكرار، بره ممكن تحت بقى خالص ننزل كده اللي هو صورت بالفروم نمبر، ما بعتقدش ان هو صورت بالفروم نمبر، صورت بده بالنمبر ده يعني. مش بالنمبر ده، وانزل تحت خالص بقى بعد ال 12 و 16 و 18 ظهرت. ايوه ايوه جايب من صفار. ده حرام عليك يا عم. ده اقول ده اللي ده مش دخل لي، مش مشكلة. تمام كده. فانا لو رحت قلت له اد انترفال دلوقتي لو كي 1 وقلت له 2013 من الرقم دوت للرقم ده، هيبقى المفروض صح. قبل الدف تحت اكسيت، شيل الاكسيت دي، كيوان هاي كيوان بتاعتنا. تمام. برضو نفس القصة، ان هو الاد انترفل هقول له كي 2
year 2013 from شوف اخترتهم في الطلال 2 2 سايد editor قبلها editor برضو كي 3 تعال بسرعة كده 2013 3 تمام 3 4 4 عارف ليه متعرفين؟ لا بس شجرة الحسابات دي جديدة STMR احنا ال RCOH RCOA ما كبيرناهاش كنت اقولك لما حصل كبيرة خمسة انترفل انا كده دلوقتي عرفت السيريالز بالظبط هخش اعرف بقى الفواتير متعرفه الكي 1 ده اسمه ايه والكي الكي 1 ده سيريال بيبتدي من 10000 ل 10900 بس هاجي في شاشه ثانيه اخش اعرف ان كي 1 ده هو اصلا ايه اصلا ايه يعني ايه هو الدفتر ده لا ما انا لسه ما عرفت الدفتر هنخش الشاشه اللي بعد دي هوريها لك على طول ادي انا هعمل بس لغاية تسعة مش هعمل اكتر ادي دي ستة ستة اوكي سبعة تمانية تلتاشر سبعة عرفت يعني عرفت اللي انا بعمله ده ليه السريالات دي فاهمها ولا فاهم ان انا بكريت سريال ان انا لسه بكريت سريالات مش اكتر من كده هو مجرد سيريالز هستخدمهم بعد كده ان انا احدد كل دفتر هياخد السريال ده تمام اوكي تسعة ده اخر واحد اوكي تسعة 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 مش عاوز اكتر بس سيف طيب سيف داتا سيفت اوكي يبقى انا كده كريت الانترفلز بتاعتي طيب بعد كده هنا لما من سنة لسنة كوبي تو كومباني كود ان انت بتكبير السريالات ديت بعد كده هتحتاج الصفحات ديت مش دلوقتي مش السنه دي السنه الجايه السنه الجايه تقول ان انت تكبر الرنجات ديت من كي 1 لكي 9 من فيسكال يير 2013 لفيسكال يير 2014 سوري نمبر رينج فروم 2 كذا فيسكال يير 2013 سورس من كمباني كود اس اس تي ام ار الى كمباني كود اس تي ام ار ده بكبير من هنا لو من شركه تانيه المفروض مش اس تي ام ار بقى ان انا عايز اكبير اللي انا عملته ده لبورتو
بدل ما اقعد اعمله تاني. فكده هكبيره اهو. You have changed your setting. Do you really want to do this? Yes. Interval can في overlap. قال لي can't be added. في على company code برضو port هتلاقي في overlap. Enter interval without overlap. وضحت؟ طيب. ده من company لcompany. لكن من سنة لسنة. يعني السنة الجاية بقى اخش هعمل كده. هقول له من كمباني كود STMR نمبر رينج من K1 لنمبر رينج K9 من فيسكال يير 2014 تو سورس سوري اسف هنا 2014 وهنا دي 2013 نفذ. You confirm change. Yes. Interval added. Interval added. يبقى انت كده كريتهم لسنة 2014 كده. تمام. مش محتاج ان انا اعمل واحد واحد. تمام. وضحت؟ ايوه. باك. بس. كريتهم ل 2014 نفس السريال. السريالات هي هي. نفس السيريال بس لسنة 2014. يبدأ في 2014 سيريال جديد على الارقام دي. بالظبط. على الرينج ده. على الرينج ده. ان انا لما ادخله فاتورة 2014 هياخد بقى من السيريال الجديد. الرينج الجديد. الرينج الجديد. طيب. طيب. بعد دوت تعالى نشوف اللي بعده ايه. ادي كده احنا عملنا ديفاين دوكيمنت نمبر رينجز. وقلنا الشاشة بتبقى فاضية كده. بتضيف انترفال لغاية ما تضافوا كلهم كل اللي انت عايزه. واحد واحد لغاية ما تضيف كل الانترفلز بتوعك. تمام. انا عملت copy document number ranges to fiscal year عشان تكبيرها للسنة الجاية. define document types for interview. هنا بقى تعرف الفواتير الدفاتر. تعالى نعرف نخش نشوف هو في حاجات متعرفة بالفعل منين. من document types. هرجع بقى ورا هنا بدل ما اقول له document number range احنا كنا دخلنا document صح؟ document types. فقال لي document define document types for interview. اول واحدة قال لي في كل الدفاتر. قال لي في AA اسمها asset posting ترحيل كود يومين. ترحيل قصدي اللي هو بتاع الاصول. AB accounting document in general. AE accounting general. AF depreciation posting لما بنيجي نعمل depreciation بياخد سيريال من الدفتر اللي اسمه AF. تمام. طيب تعالى بقى نمسك مثلا DR. ادي تعالى الاول AA هحتاجه. ماشي هقول له انت هتحتاج. تعالى دخلنا جوه الديتيلز بتاعتها. المفروض هاخد اللي انا كريته مش كل دول. بالظبط هاخد اللي انا كريته. تمام. هو باي ديفولت معرف لي حاجات. انا هقول له لا انا مش عايز ده انا عايز السريالات بتاعتها. تمام. طبعا على السيستم المفروض مش هتلاقي الكلام دوت. انت اللي كريته فعلا. تمام. لكن على الايدس هنا مش هتلاقي فمش هتلاقي غير بتوعك بس. بتوعك بس. فانت هتختارهم بس. هتلاقي الدوكيمنت تايبس دي متكريته بالفعل. تعالى احنا انهي دوكيمنت تايبس محتاجينها. تعالى ننزل تحت كده. هقول له انا عايز دي جي كاستمر كريدت ميمو. دبل كليك عليها. دي جي معناها كاستمر كريدت ميمو. تمام. مين اللي عرفها؟ اللي متعرف على السيستم. طيب النمبر رينج بتاعها مين؟ 16. انا مش عايز 16 انا هقول له K9. تمام. ريفرس دوكيمنت. لما اعمل ريفرس للفاتوره دي يستخدم انيو سيريال؟ هقول له مثلا K8 او ماشي K8 او خلي ده K8 واي ريفرس نعمله على K9. ماشي. تمام. طيب الفاتوره دي مش هي كاستمر كريدت ميمو؟ يعني تقبل مين؟ اكونت تايبس الاود يعني الحسابات اللي بتسمح بيها يتعمل عليها بوستنج. اسيت كاستمر فيندر ماتيريال جي ال.
أنهي كاستمر بس ولا ممكن جي ال ايه؟ ممكن او جي. لان مثلا لو انت عملت ديبت كاستمر انت بتبيع عادي يبقى ديبت كاستمر كريدت ريفينيو. لو عملت كريدت ميمو يبقى العكس. العكس يبقى التاني ديبت كاستمر ده سب ليدجر، اما الريفينيو ده ايه؟ جي ال، يبقى لازم اسمح بيه. طيب ايه تاني؟ تعالى كنترول داتا، شايف نيجاتيف بوستنج بيرميتد؟ شايف فاكر لما احنا عملنا في الكونفيجريشن ان هو هل الشركه دي بتسمح بال نيجاتيف بوستنج؟ فاكر الريفرس الالغاء الفاتوره؟ مش كنا احنا قلنا في طريقتين الغاء؟ ايوه. في طريقه اللي هي الكود العكسي. أيوة. ده النورمال ريفرس. وفي طريقه ثانيه بيلغي الفاتوره، بيشيل الفاتوره تمام اكنها ما تمتش. بس بياخد رقم من نمبر رينج بتاعها. تمام. هو خدت رقم بس ما بتظهرليش في البالانس بتاع الحساب. تمام. ها أيوة. واضحه؟ فلو مسموح بيه على الكمباني كود في الجلوبال سيتنج Financial Accounting New Global Setting Global Parameters Enter Global Parameters. هقول له بقى الشركة مين. TRN and can be displayed. ده واحد من اللي معايا في الكورس هناك، واحد من المتدربين دخل على نفس الصفحة ده. Do you want to display log data؟ اوكي. هقول له عايز اعرض الداتا عشان ما اقفلش عليه. قلت له الكمباني كود بتاعتنا مين؟ STMR. تمام. عرضها شايف تحت كده نيجاتيف بوستنج بيرميتد، مسموح بايه؟ باللي هو النيجاتيف بوستنج اللي هو الترحيل السلبي. الترحيل السلبي يعني ان هو اعمل نيجاتيف ريفرس مش النورمال ريفرس. تمام. طب تعالى كده نبص على باقي البيانات. مش في حاجات اتملت؟ شورت اوف اكاونتس ار سي او اي. تمام. الكانتري اي جي سي اي. تمام. الكمباني اي جي اي جروب عامر جروب. الكريدت كنترول احنا ما عملناش فيها حاجه، هي باي ديفولت خدها 1000. طب ليه؟ لان احنا لان دي كانت من الكبيره. تمام. فاكر دي اول واحده عملناها. تمام. فيسكال يير فاريانت 11 اللي احنا دخلناه له. VAT registration number ده رقم سجل التجاري، السجل الضريبي في امريكا. الرقم دوت في امريكا VAT اللي هي value added taxes، ضريبه القيمه المضافه. ده السجل التجاري بتاع الشركه في امريكا. طبعا ده هيتمسح لما لو انا معايا دلوقتي edit. استنى كده اشوف اخش لها تاني edit change برضو display لسه بيعمل فيها، لسه بيغير فيها. قول له مش مشكلة اعرضها لي تاني. طيب ايه البيانات تاني؟ فيلد ستيتس فاريانت لسه ما عملناهوش، فواخد باي ديفولت عادي. شفت هنا بزنس اريا فاينانشال ستيتمنتس؟ هي دي الاساين. لما انا اقول ان الشركة دي هتشتغل بزنس اريا فاينانشال ستيتمنتس هتطلع قوائم مالية ديبند على بزنس اريا، يبقى هي كده في الحاله دي بتستخدم بزنس اريا. لو انا مش عامل شيك بوكس هنا يبقى مش لازم بزنس اريا. طيب بوستنج بيريد فاريانت اي بي 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 بي. تمام. ماكسيمم اكسشينج ريت ديفيشن يعني اقصى حد في معدل الفروق عمله 10%. ده متعرف باي ديفولت من اللي كبيرناها. ايه تاني متعرف؟
ورك فلو فاريانت، حاجة اسمها ورك فلو فاريانت، فاريانت حاجة تانية اسمها كوست اوف سولز اكاونتنج اكتف، حاجة اسمها اتنين. بعد كده نقدر نتشينج الداتا اللي احنا مش عايزينها. باك باك. طيب ارجع تاني هنا، فالنيجاتيف بوستنج هي بيرمتد في الشركه، فانا اقول له هنا بالنسبه للفاتوره دي اعمل نيجاتيف بوستنج. هل المعامله دي، هل الكاستمر كريدت ميمو هل مسموح بيها كمعامله ما بين عده شركات؟ فاكر كروس كومباني كودز ترانزاكشن؟ فاكر لو شركه مثلا في نفس المثال بتاعنا عامر جروب، مش احنا قلنا ان في شركه مثلا اللي هي استوديو مصر، وفي شركه تشيلس، وشركه فيش في مصر، الشركات دول، وفي شركه بورتو. بس عامر جروب نفسها مخصصه قالت ان الشركه، في شركه بورتو بس هي اللي هتشتري اجهزه الكمبيوتر كلها، لاي هتشتريها من مورد، واي شركه من الشركات التانيه لو محتاجه تبقى تشتريها من بورتو. فدي تعتبر ايه؟ كروس ترانزاكشنز، كروس كومباني كوز ترانزاكشن، يعني معامله عبر عده كومباني كودز. تمام. مثلا دي عمليه شراء مركزيه، وبعد كده شراء من شركه شقيقه. ها واضحه؟ فلو مسموح المعامله ديت على الدوكيمنت دي فبقول له انتر كومباني بوستنج، لو مش مسموح بيها خلاص. طيب عايز لما اجي ادخل الفاتوره، اي فاتوره كاستمر كريديت ميمو، يطلب مني الريفرنس ويطلب مني الدوكيمنت هيدر تكست مانداتوري. مين اللي يحدد هنا بقى؟ دي فيلد ستيتس بس خاصه بالفاتوره نفسها. اهم ريكوايرد ديورينج دوكيمنت انتري. تمام. فبقول له شيك بوكس عليهم. طيب هل اي حاجه تاني؟ هل اي بيانات تاني عايز اضيفها؟ مش عايز. تمام. هدي ده كده نوع فاتوره. كي 9 doesn't exist. ازاي يعني؟ ازاي؟ طيب خلاص كي 8 يعني؟ لا بس كي 9 موجود. طب خلاص اف 4 اف 4 عندي. سوري اسف، هو بيقول لك هنا لا، مش النمبر رينج، مش النمبر رينج بتاع المرتجع، لا بيقول لك انت الفاتوره كاستمر كريديت ميمو دي اللي هي اشعار خصم للعميل. تمام. في حاله لو انا عملت لها مرتجع، عملت الغاء ليها، قصدي عملت لها ريفرس، هياخد من انيو سيريال ريفرس دوكيمنت تايب، نوع الفاتوره اللي هستخدمها عشان اعمل بيها ريفرس. اقول له مثلا الاي بي اللي هي جنرال دوكيمنتس، اي بي اللي هي اكاونتنج دوكيمنت اللي هي فاتوره ماليه عامه. تمام. مش ما ياخدش من نفس السيريال ده. تمام. وضحت؟ ايوه ماشي. بس اوكي انتر باك. طيب ده دي جي. طب دي ار كاستمر انفويس بتاعتنا. طيب. ايه ده؟ طب نمبر رينج بتاعها هقول له كي 7 مثلا. الريفرس دوكيمنت اي بي بيشتغل عليها ايه؟ اسيتس؟ لا، بيشتغل على كاستمر. ايوه. فيندور؟ لا. ماتيريال؟ لا. جي ال؟ اه ماشي. اي حاجه من دول؟ باك. اخش دي زد اللي هي كاستمر بايمنت. تعال اشوف كي كام؟ كي 6. تمام ماشي. الريفرس اي بي ماشي. كاستمر جي ال نيجاتيف اوكي. كاستمر ادي ده كده. بص
هنا كنترول داتا، خدت بالك من دي؟ كاستمر وفيندور شيك، يعني بيعمل بيشيك هل العميل ده، هل العميل ده موجود عندي كفندر، ولو عندي يشيك على الترانزاكشنز اللي ما بينهم، تمام يشيك على البالانس بتاعه، هل يعني ممكن يحصل مقاصة ما بينهم. تمام ها واضحة؟ ايوه. لا لا صح؟ لا لا بس ممكن نصلي؟ مش حاضر، خلص الجزئية دي كده. طب ايه تاني؟ تعالى بقى برضه بالنسبة للكي للفندر، كي جي الفندر اللي هو الداون بايمنت، هقول له كي 9، هقول له لا كي، انا اخترت كي 7 ولا كي 6؟ كي 6 اخترتها، ماشي. يبقى كي مثلا 5، كي 5 هترجع في ايه؟ لو عملت لها ارتجاع هقول له على كي ايه. تمام. كي ايه دي اللي هي الجنرال بس بتاعت الفندر، تمام، زي فاكر الاي بي دي ايوه. الجنرال بتاعت الاكاونتنج بشكل عام، بس كي اي دي جنرال بالنسبه للفندر. قال لي دي، قلت له من خلال الفاتوره دي ممكن اعمل حاجه اسيتس، لا كاستمر، لا فندر، لا ماتيريال، فندر لا، فيندر امال رو ماتيريال لا جي ال، ايوه ماشي، كاستمر فيندر شيك ايوه بيبي ماشي، ريكوير حاجة ايوه ريكوير ايوه ماشي. طيب بيت خش على اللي بعده، كي ار مثلا فيندر انفويس، اقول له كي 4 برضه، ايوه فيندر ام جي ال تشيك. تمام تمام اوكي. كزد طب الكي اي اللي هو كل ما بيعمل ريفرس عليها اهي، قال لي دي واخده نمبر رينج 17، خليه مش عايز اديله نمبر رينج من عندي. تمام. يعمل اسيتس، يعمل ماتيريال، لا 17 ده دفتر برضه صح؟ 17 ده نمبر رينج مش دفتر. ايوه زي ده زي كي 1 كي 2 كي 3 كده، كود بتاع نمبر رينج. تمام تمام. طيب حاجة تاني من دول عندنا بقى، كل دول اس ايه، اس ايه اهي، اس ايه اللي هي جي ال اكونت دوكيمنت، اهي جي ال اكونت دوكيمنت اس ايه، دبل كليك عليها، قلت له ممكن تسجل عليها اسيتس، كاستمر، فيندور، ماتيريال، جي ال، ممكن كله، المفروض مش كله، المفروض جي ال بس. تمام صح؟ ايوه بس اوكي خلي ماشي، لا خليها هي جي ال بس، نيجاتيف ماشي. عايز اني بقى سيريال كي 1 اف كي 1 كي 1 ماشي، يبقى احنا كي 2 كي 9 لسه مستعملتهمش، ارجع كده. اي حاجة تاني في بقى؟ كل دول انواع فواتير، عايز اضيف انواع تاني، ضيف نيو انتري، نيو انتري دخل قيد نمبر رينج بتاعه، ريفرس دوكيمنت ايه، هتعمل حسابات على ايه، عايز تدخل انيو داتا هنا وكده. تمام. وضحت؟ تمام. طب باك كده خلاص، سيف، سيف كل ده على باك كده. انا عملت الدوكيمنت، عملت انواع الفواتير، انواع الدفاتر، وعملت لهم نمبر رينج لكل دفتر صح كده؟ ايوه. ها طب انترنال ولا اكسترنال؟ ده كده انترنت كله كان انترنت. ايه اللي بعده؟ تكن تايبس خلاص عملناها، ديفاين فيلد ستيتس فاريانت ماشي، ده نصلي ونرجع. فيلد ستيتس بعد فيلد ستيتس اساين فيلد ستيتس اوكي،
define tolerance group مش بين بي مكتوب مع مرة مع define tolerance group for GL create account for clearing creating financial statement version لا مش للدرجات لا مش للدرجات لا حاجات اصل دي هتاخد وقت هو نعمل الفيلد ستيتس بس اوكي يعني ان شاء الله نختار لنا نسوق اكتر هو فيلد ستيتس بس ان شاء الله ماشي الفايل وال اسمها ايه بتاعها الاساين بتاعتها منين تعال نجيبها دلوقتي بس وبعد كده نخش من ليدجر فيلدز define field status value وتحتها assign field company code to field status value تعالى هنا هنا